زينب، هي كانت أخبارنا الثقافية لليوم. فاصل صغير ومكملين باقي فقراتنا. زينب، من زمان كان يقولوا إنه المعدة هي بيت الداء والدواء بالغذاء، ورح نتعرف اليوم بمحطتنا التالية عن حساسية القمح، شو هي وشو المضاعفات الناتجة عنها وشو الأمراض المرافقة لها، وأكيد شو العلاج. رح نتعرف على هالمعلومات مع أخصائية التغذية إيفانا اليوسف. يسعد صباحك إيفانا. صباحك عريف. كيفك؟ تمام، هلأت لكم. نحن كمان اشتقنا لك يا إيفانا، واليوم ما عنا موضوع كتير شائع. تمام، خلينا نحكي عن حساسية القمح شو هي. هلا هي بشكل عام مرض وراثي جيني، هلا ما نعرف شو هو السبب، بس هو في شخص، يعني الاشخاص عندهم حساسيه لشيء اسمه الجلوتين. الجلوتين هو بروتين تبع الشعير تبع النخاله والقمح. فالاشخاص اللي بيتناولوا هذا الشيء او هاي المصدر الغذائي اللي هو المعكرونه، النخاله، الشعير، الخبز الاسمر، هدول كل القصص اذا بتتناوليها وانت عندك حساسيه بصير عندك كثير امراض ومشاكل واعراض بتصير. هلا هو بينصاب عند الذكور وعند الاناث. طب وشو مبداه وشو آلي شلون بصير بالجسم؟ هو مرض بيصيب الامعاء الدقيقه والغليظه اللي هي مسؤوله عن الامتصاص، بتمتص الاكل وبتبعت كل الفوائد والفيتامينات والمعادن على الجسم. فالجسم لحاله عنده حساسيه من هالجلوتين اللي بيفوت على الجسم، بيطرق يعني بيروح شو بيعمل الجسم، بينتج اجسام مضاده بتروح على الاهداب اللي هي مبطنه للامعاء اللي هي مثل الفينجر مثل الاصابع، بتحاربها بتعمل لها بتهدمها وممكن تعمل لها ضمور تخفيها. فهذا الشيء بيؤدي انه انت لما بدك تاكلي اكل ما رح تمتص الاكل صح، وما رح تكون كل فوائده تروح للجسم بشكل عام. مثل ما قلت لهلا ما في سبب معروف انه هو ليش، والسبب هو ابدا وراثي جيني بينصاب عند الذكور والاناث. بس في دراسات قالت الاطفال اللي بيترضع بضل عم يرضعوا سنتين قليل انه ينصاب الاشخاص اللي بياكلوا الباودر او الحليب الصناعي. طيب إيفانا، شو المضاعفات اللي ممكن تصير من خلال حساسية القمح؟ هلا مع انه انا قلت هو عباره عن بصير عندنا مشكله بالامتصاص الاكل، معناتها في عندنا مجموعه فيتامينات بدها تنقص. من اهم الفيتامينات اللي بتتاثر عليها الاشخاص اللي معهم سيلياك ديزيز او حساسيه القمح هي فيتامين د اللي هو اساس الكالسيوم، ومعناتها بصير عندنا نحن روماتيزم، عندنا هشاشه عظام، عندنا تاخر بالنمو. في عندنا فيتامين كي كمان المسؤول عن عن التخسر في الاشخاص اللي معهم سيلياك ديزيز، اشخاص كثير معرضين للنزيف وما بيوقف الدم عندهم. كمان من اهم الشغلات اللي بينصابوا فيها هي أنيميا، لأنه في عندهم نقص من الحديد ونقص بالفوليك الأسيد اللي هو أصلاً بيشكل الكرية الحمراء. فدائماً عند السيلياك ديزيز بتلاقي أنه عنده هاي المضاعفات، أنه عنده نقص هالفيتامينات والفيتامينات الكاملة تقريباً. إيفانا، هلا اللي عنده حساسية قمح في نظام غذائي معين يتبعه؟ في أشياء ممنوعة وأشياء محمودة خلينا نقول لازم يتبعها؟ أكيد في مجموعة أكل للأسف الشديد بدهم يوقفوا اللي هن كل شيء له علاقة بالقمح، طحين القمح، المخبوزات، الخبز، العجين، حتى شراب الشعير، حتى أحيانا الفواكه المجففة والمكسرات المحمصة ما بدهم يتناولوا ابدا. هلا احيانا بنقول لهم بعده عن الشوفان، ليش؟ هلا الشوفان ما خصه هو، بس بجوز على الطحن وعن طريقه التحضير يجي شويه نخالي وشويه شعير يصير عنده مشاكل تاني. هلا اما كل المصادر التانية اللي هي الفواكه والخضار بدهم يتناولوها، المرتديلات بس ما بتكون يعني مو المدخنه تماما، التخمير، بدهم يتناولوا كل انواع البروتينات، البقوليات، الاسماك واللحوم، فيهم كلهم يتناولوا الدهون كلها، بس هدول الشغلات الممنوعين عليها. والخبز الخبز ممكن تماما، الدرة يعملوا خبز درة او طحين درة. هلا طحين الرز، الرز هاي كلهم بدهم يتناولوا. هل متوفر ممكن يكون عندنا تمام بدائل يمكن بالسوق، بدائل عن هالأطعمة، يعني بدائل عن خبز القمح؟ هلا خبز الدرة كتير سهل ينعمل بالبيت، له وصفة كتير، يعني أي حدا بيقدر يجيب وصفته، وفي أفران عم تعمل خاصة خبز درة، بس إنه يفضل ينعمل بالبيت أحسن. تمام. هلا دائما يمكن الواحد أول ما يبلش حمية بهمه يعرف لإمتى. هلا هل هالحمية مستمرة بتكون لتخلص الحساسية القمح، وهل ممكن تنتهي؟ للأسف الشديد ما بتنتهي. هلا هو بفكر حاله، هلا إذا فات بالحمية بيطيب بعد فترة، يعني دغري بعد يومين ثلاثة ما عاد تطلع الأعراض تبعته. بفكر حاله انه هو طاب، هو ما طاب، لا ابدا، هي هدت الحاله، هدت الاعراض. ممكن بعد سنه الاهداب اللي صار في عندها ضمور وهدم تنمو، ترجع تنمو، بس هو ما بيطيب. هو لازم يعرف انه يمسك الاكل، مثلا المنتجات اللي بيجيبها، شوف اذا هي خاليه من الجلوتين، هي خاليه مثلا من القمح، دائما بده يكون بحميه دائمه، لانه للاسف الشديد هو مرض وراثي ما له علاج وما بنعرف لهلا سببه.
صحيح. طب خلينا نحكي إيفانا عن المرأة الحامل أو اللي بدها تحمل، يعني بتشتهي كتير قصص، شو بتنصحيها إذا كان معها حساسية القمح؟ هلا اهم شيء هي دائما المراه الحامل بتنتبه على حمض الفوليك عندها، انه هي دائما اللي عندها مرض سيلياك ديزيز. هلا بشكل عام نحن الحوامل بنتبهوا بالفوليك اسيد، فشلون بقى اذا عندك سيلياك ديزيز وعندك نقص، لانه الفوليك اسيد نقصه عند السيلياك ديزيز بيؤدي لتشوهات خلقيه، بيجينا اطفال معهم تشوهات خلقيه لانه هي مع السيلياك لانه هي مع نقص فوليك اسيد، فهي دائما بتاكل تاخذ الفوليك الحديد بتنتبه من هالامراض. هلا مثل ما قلت بدها تعمل الخبز الذرة عندها، تاكل كل المنتجات الثانيه، بتبتعد عن القمح والشعير وهالقصص والنخالي بدا اجباري، لانه هدول كله رح يصير معها اعراض. هلا هي ما بتسقط او بتخسر الجنين، ممكن تاثر على الجنين من ناحيه الفيتامينات والنمو هالقصص. هلا ذكرتينا انه هذا الموضوع بياثر اكيد على سوء الامتصاص لبعض الاغذيه، اليوم شو في ممكن تكون امراض مرافقه وبتظهر عن طريق حساسيه القمح؟ هلا هو بما انه مرض مناعي او وراثي بنقله، فاول شغله بنصاب معه غده درقيه ممكن، لانه هي لها علاقه بالمناعه الذاتيه، بصير معهم السكري من النوع الثاني، بصير معه روماتيزم شديد، ممكن نوبات صرع. هي اذا ما اهتموا بحالهم، ما اهتموا بغذائهم تماما وفيتامينات، يعرفوا انه عندهم نقص فيتامينات، بصير عندهم كمان روماتيزم مثل ما قلت شديد، واحيانا مو احيانا دائما فقر الدم هذا مرافق ملازم لهم، لانه عندهم نقص بي 12 فوليك اسيد وحديد. طب إيفانا خلينا نحكي شوي عن هي الأمراض أو الحمية الغذائية اللي ما بتبقى اللي يعني مثلا ملتزم فيها وعم يتبعها. طب بتختلف الرجل عن المرأة ولا نفس الشيء؟ لا نفس الشيء، هو بيصاب الذكور مثل الإناث، فهنن هاي الحمية بتكون للذكور وللإناث. حتى في بعض الصبايا عم ياخذوا الفيتامينات كمان بشكل يعني انه شخصي، ما بيرجعوا لا اخصائي تغذيه ولا لطبيب، فكمان شو رايك بالموضوع؟ لا هذا كثير غلط. في احيانا كمان هلا مثل ما نقص الفيتامين بيعمل عوز او بيعمل مشكله، كمان زيادته بتعمل سميه، والزياده اخطر من النقص، احيانا ممكن تؤدي لوفاه. الجسم بصير بيطرحها بيحطها باماكن ثانيه، بتصير في مشاكل اعضاء ثانيه ما قدرت تصرفها، فهذا الشيء بصير عندنا سميه قاتله احيانا. فلا هلا انت يفترض اذا مو طبيب كاخصائي تغذيه، واللي يفضل انك تاخذه من مصادر غذائيه طبيعيه. احنا اخر حل اذا نحن الشخص ما عم يقدر ياخذها او يكتفي حاجته اليوميه، متى بنوصف لهم الفيتامينات والمدعمات الغذائيه؟ إيفانا يمكن احنا عم نشوف هذا الموضوع ما عم يبلش من عند الاطفال بس، حتى عند الكبار، يعني فجاه بيكتشفوا انه هن معهم حساسيه بالقمح، في عمر معين ممكن يبلش فيه هالحساسيه؟ لا ما له عمر معين، بس هو مشكلته نحن ليش ما بنكتشفه عبكير؟ لانه هو اعراضه مثل اعراض تهيج الكولون. وبالصدفه ينكشف، يعني احنا لما بصير اوكي انت عندك تهيج كولون، عملنا تنظير، لا ما في، بنحولهم على شيء تحليل دم، بنقول لهم روحوا شوفوا لنا بالدم موجوده اجسام او مضادات الجلوتين. لما بتطلع في مضادات الجلوتين فنحن بنعرف انه معه سيلياك ديزيز، نفحص كل العيله، لانه رح هو وراثي، رح يكون في حدا ثاني موجود. تمام. عشان هيك ما ينكشف هو. مو بسهولة ما كشف. تماما إيفانا، يمكن كتير هلأ مرض العصر هو مرض أوجاع المعدة، يمكن التخبيص بالأكل، الأكل السريع، الأكل غير الصحي الهرموني، كتير بتلاقي إنه في ناس كمان مثل ما قلنا عم توصف لحالها وصفات عشبية أيضا. كمان تحكي لنا عن هذا الغلط الشائع، لأنه مثل ما قلتي كل شيء له سلبي وإيجابي. هلا طبعا في كثير اعشاب اذا بتخلطيها مع بعض بتعمل سميه وكمان بتعمل قاتله. في عندك مثلا كثير ناس بسموا العشره، عشرو بياخذوه كل يوم، في ناس اللي معهم امساك هو مره بالاسبوع، لانه بيعمل التهاب بالبطانه، بصير في خروج لا ارادي، بعدين بتنضرب الامعاء كلها. وعندك شغل يعني ما في داعي. هلا اوكي مين بيقدر نشربهم؟ الزهورات بشكل دائم، الخلطات المنحفه هاي كلها كذب للاسف الشديد. هلا ممكن مثلا الليمون الصبح مع المي على الريق مع معلقه عسل، هاي بتسرع لك، هي ما لها اعشاب، فهني ما لازم اصلا. هو في شيء اسمه طب بديل معروف او طب الاعشاب، في دكاتره دارسين، في اخصائيين، ما تروحوا لعند مين ما كان بيقول لكم انا هيك فانتم بتصدقوا. هذا من اكبر الاغلاط، لانه كثير بتعمل مو اذا في دكاتره لك يمكن هي مجربه شيء فانت مفترض انها تجربيها وتزبط معك. هذا كثير غلط، لانه كثير خطر احيانا، مثل ما قلت عشبتين مع بعض بنحطهم بتسبب لنا سميه بيموت الشخص فورا. هلا اذا بنرجع لحميات التغذيه بالنسبه للاشخاص المصابين بحساسيه القمح، يمكن الكبير شوي بيقدر يسيطر على حاله اكثر، لكن هي بتكون مع الأهل كيف بدهم يعملوا حمية غذائية لأطفالهم. هون شو بتنصحيهم وكيف يبلشوا يمهدوا لهم أنه هن في حمية غذائية صعبة وطويلة رح تكون معهم؟ بدهم يبلشوا معهم الحمية، ياكلوا الأكل نفسه،
اول فتره ياكلوا الاهل نفسه اجباري لانه الولد بيقلد اهله. تمام. فهن طبعا ما يخافوا من الموضوع او يكبوه للولد لانه صار كل الولاد هلا بتفهم هو خلص مرض وراثي ما له حل واصلا حيكون في اهتمام في حدا بالعائله معه اياه فاجباري بالعائله يبلشوا شوي شوي يتناولوا يحكوا انه هو هيك هيك فانه انه هو مرض عادي وانت بدك تضطر تكون هلا نحن كلنا معك بدهم يقووه. تمام. هو ما له خطر المرض متى ما انت فايتي بالحمل فانت بالسيف سايد ما بخوف يعني. تماما. إيفانا في نسبة إحصائيات على حساسية القمح إنه قديم منتشر وخاصة بسوريا هل زاد بهالفترة؟ هلأ بهالفترة تقريبا الإحصائيات بين 5-10%. هلأ بلدان برا أكثر عم بتصير. شو الأسباب ما قلت لك ما أنا معروفة لهلأ. هلأ بس في مشكلة إنه برا في منتجات بسوريا ما أنا موجودة هالمنتجات في منتجات خاصة لإلهم مخبوزات قصص هالقصص نحن أكثر شيء عندنا خبز الدرة أو ممكن يروحوا لحالهم على طحين الرز أو طحين الدرة اما برا بتلاقيه متوفر هذا الشيء اللي بيساعدهم هن للاسف بس كاحصائيات مثل ما قلت لك من 5 و10 هون تقريبا. خلينا نرجع نذكر شو هي اهم الاطعمه اللي لازم يمتنعوا عنها وكيف بيقدروا يعرفوا انه هالاكله بتزبط معهم او لا. دائما اذا مثلا المنتج اللي بدهم ياخذوه بدهم يشوفوا اذا هو خالي قمح خالي جلوتين بيكون كاتبينه متى ما هو هيك فهو سيف معناتها اه فيك تاكله. البروتينات في تاخذ لحم ابيض او احمر بس ما يكون مثلا في هدول اللحم اللي بحطوه له كعك وما كعك هذا ممنوع ممنوع اسكالوب هدول القصص ما بدهم يتناولوها. المكسرات المحمصه ممنوع يتناولوها. الفواكه والخضار بيقدر يتناولوها كلها. الفواكه المجففه ما بدهم يتناولوها. الدهون بيقدر يتناولوها. بالنسبه للطحين بتبعدوا عن طحين القمح والمخبوزات فيها قمح وشراب الشعير بيعملوا للاسف طحين الرز والرز والعدس والبقوليات وحتى هالقصص بيقدروا والشوفان بس الشوفان مثل ما قلت نفضل انه ما يتناول اذا تعطيهم بعض الامثله كمان يمكن اريج الحلويات كمان ما عرفنا الحلويات شو الممنوع شو المسموح. الحلويات لانه بس الطحين بتجيب طحين الدرة او طحين الرز فيك تعمل اللي بدك اياه من الحلويات بس هو الطحين بده يختلف بطحين القمح اما الحلو بيقدروا يتناولوا او حتى المخبوزات كالعجين المعجنات وهالقصص كمان اذا بتعطينا بعض الامثله لوجبه الفطور وجبة تمام. الغداء وجبة العشاء شو فيهم يتناولوا خبز درة تنصحين او يمكن اوقات اخصائي التغذية بتذكر باكلة معينة ممكن هن يقدروا يعملوها بيكونوا ما نعرفان هلا الفطور خبز درة دائما بده يكون موجود اللبنة او البيض بيقدروا يتناولوا الخيار والبندورة او حتى زعتر حتى مكدوس بيقدروا يتناولوا اجبان البان اجبان والبان بالكامل فيهم يتناولوها ما بتاثر عليهم البروتينات. الغداء بده يكون رز عادي نظامي ابيض لا اسمر ولا برغل ولا حنطه هي القصص ما بده يتناولوها. اللحوم كل انواعهم السلطات كمان كل انواع والزيوت بحطوها اللي بدهم اياها. المقالي فيهم يتناولوها بس بكميات قليله هلا بيقولوا شو الاخصائي عم تقول لهم مقالي بكميات قليله. العشاء بده يكون كمان حواضر ممكن معكرونه بس مو السمره المعكرونه اللي بنشوفه فيه اذا لقوا خاليه الجلوتين ممكن على الاسواق يتلاقوا ما لقوا بدهم يبتعدوا عنا واكيد اذا بيتناولوا خبز فهم بنأكد خبز الدره ممكن يتناولوا كمان الحواضر اللي موجوده بكل البيت فواكه في يتناولوها كسناكات. حلو. طب شو بتوجهي نصيحه لكل اللي عم بيشوفونا واللي ما كثير اكتشفوا انه معهم هالحساسيه في اختبار معين يعملوه حتى يكتشفوا؟ تمام. هلا بصير عندك اسهال متكرر وجع والام ونفخه ما بدك تتحمله بصير في عندك تحس في سوء تغذيه في نقص بالوزن بشكل ملحوظ عن في بطء بالنمو وضمور بالعضلات وعندك مثلا فقر دم شديد بفضل انك وقت لحالك او طبعا بعد ما تروح الطبيب او الاخصائي في شيء اسمه تحليل اجسام مضاده للجلوتين او حساسيه القمح موجود بكل مكان تعمل نعم. التحليل ما تخاف ابدا هو بس نعمل لك نحن حميه وبتكمل حياتك نظامي. يعني من خلال حكيك ايفانا لاحظنا انه الحميه الغذائيه بالفعل ما انها صعبه يعني هو بس يمكن يمكن واحد وقت يرشح بتبع حميه يمكن اقوى من هيك او اي يصاب باي مرض خفيف بالفعل هو ما انه خطير مثل ما قلتي ما انه صعب بعض الاغذيه بس مجرد يمتنع عنها يعني قديش انتم وقتها شخص يلتجئ لكم انتم كاخصائيين تغذيه يعني بتحسسوا انه في موضوع بسيط يعني الحميه الغذائيه هي ما هم يمكن علينا نحن ضمن سيستم حياتنا صح. للاسف هو هن مفكروا شغله صعبه بيقولوا لك حميه غذائيه نظام غذائي ما بدنا ناكل ما سلق مسلوق لا لا ابدا الحميه الغذائيه هي وجبات متكرره بكميات قليله ونستبدلكم شغلات بتزيد الوزن وفيها سعرات حرارية بس بيضل الأكل طيب وبيضل الأكلات طيبين والمصادر الغذائية أحسن بتصير بتاخدها بشكل كامل بس أنا مدري ليش بيخافوا
يمكن وهون الواحد بينتبه لمصادره الغذائيه وتناول الطعام اكثر من اي شخص عادي. يمكن كل شخص له حاجات غذائيه بالمصادر الغذائيه وبالسعرات الحراريه، نحن بس بننظم لكم اياها تنظيم. طيب ايفانا، في حساسيه ثانيه غير حساسيه القمح شائعه؟ في اكل في حساسيه الاكل النظامي اللي بتحسس من الفريز، من الكيوي، من الباذنجان، من البيض. طبعا هاي ممكن نحن انه الامهات يلغوها او يعالجوها لما ببلشوا من الصغر بطعموا ابنه الاكلات كلها بشكل كامل. يعني إيفانا بالفعل موضوع مهم اليوم طرحتي ضمن صباحنا، بتمنى كل الأشخاص اللي عم يعانوا من هالحساسية يكونوا استفادوا منا. شكرا كثير لك إيفانا اليوسف. شكرا لك إيفانا، دائما بكل حلقة بتعطينا هيك نصائح عامة عن التغذية والجمال ليبقوا الكل بصحة جيدة، وأكيد من قلهم يسمعوا هي النصائح إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك.